ما تواخذيني سجوكون، بس ما كان لازم ترتعبي هالقد. قديه لازم ارتعب على هالمنظر؟ اقل. خلي الرعب الكبير لبعدين. مين جاي بعد؟ يا مين يدري؟ خلي الرعب الكبير لما يبلشوا. هل عني انت كمان؟ انا كمان؟ يعني عرفتي؟ مين خبرك؟ نحنا. قلتوا لك كيف رح يجوا المخلوقات من الفضاء؟ لا، قلنا عن حرب النجوم. لك وين بعده؟ حرب النجوم أجلوها لسنة 3000. لحين نرتعب لها بوقتها. ليش أنت رح تكون بسنة 3000؟ بوسيبل، بلكي اخترعوا دواء. ما هلا عم بتقولوا مدري شو بده يصير بال2000، مين بده يخترع دواء؟ يلي جايين. مين صابر؟ الفضاويين. ما هني أجلوا الحرب واتفقوا؟ نشكر الله. ايه، بس اتفقوا ينزلوا على الأرض ويحتلوها. مين خبره؟ في ابن خالته للخواجة فرهود، يلي عنده عديل ابن عمة سلفة بن جيرانه، يلي مجوزي على الإيتازيوني، إري على الأورديميتر، على الإنترنت مالنا بيه. لا بدي نط. نو على الانترنت معلم عباس، انترنت هيدا على الاورديميتر بيعطي اخبار كتير، وانت بتصير تنط من خبر لخبر الانترنت. ايه بقى، قري انه الجماعه يلي بالمريخ وعطارد نازلين يحوشوا ناس من هون وياخذوهم يشغلوهم بالبيوت. اي ناس؟ الكل. الكل اشلف، وهونيك بيفرزوهم بمستوعبات. شي بيشتغلوا بالبريكين، شي بالبحور المجلدة، شي بيعبوا غاز. غاز شو؟ غاز شو بيه؟ تيمشوا. ما هن الجماعة بيمشوا على الغاز. وكيف رح يقصبوا هالناس؟ إذا على أساس عقولهم الله يستر. صابر شو بنعمل؟ بنشتري ماسكات مثلك؟ نو انا اشتريته لحتى اذا اجوا لهون انخلط بيناتهم وما يعرفوني، يفتكروني منهم. ساعتها بصير فيني خلص سكان الارض وبسمي حالي صابر مان. وانت رح يصير كل هالشي سنة الـ2000. لازم نخبر الاستاذ وعائلته وليلي ودارا. دارا خبرته، ضحك علي، قال لي لبوسة يو خويتا. وقال لي كمان تونايت دارا اسهر راسني بيتو فرمي انبسط، نو همو الفان نو همو مخريخ. مريخ بالهندي. اسهر بيتو فرمي، عاملين سهرة بالبيت فرمي ومش عازميني. دماغ انا يلي كان قلبي عليكم وجاي ينبهكم. كنا عاملين. بطلتوا؟ شو بيعرفني؟ بعد هالخبار مين باله يسهر؟ نو سهروا. بتكون استديو كون عاملي شي طيب، بتسلوا بعضكم لبين ما يبلش الغزو. وانا ما حدا يعزمني. هذا